السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير. انطلاقة شوطنا السادس، نتابع وإياكم هذه الانطلاقة وشوط مخصص للجداع القعدان من المسافة 6 كيلومترات. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع مع هذا الشوط اللي يحمل الأعداد الكبير من القعدان المنطلقة ومندفعة في هذا الشوط في هذه اللحظات. إذن هناك انطلاقة المقدمة والصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات، ومن يصل هنا في هذه اللحظات من مرعب لمحمد بن راشد بن زيد الانديلة على المقدمة في هذه اللحظات، أو هناك اللي على المركز الأول. نتابع هنا القدوم مع أيضا شاهين لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني نتابع هنا مبلش لسالم بن جار الله بمسلم النابت على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع منطلق مندفع في هذا الشوط مع المركز الثاني. المركز الثالث ومن يصلنا هنا على المركز الثالث. المركز الثالث في هذه اللحظات لنأخذ المراكز المتقدمة. هناك المركز الثالث ومن يصلنا مع المركز الثالث. اللي هو أيضا هناك اللي على المركز الثالث كساب لهادي بن سالم بن فهيد العذبة المري على المركز الثالث في هذه اللحظات، مشكور يا مخرجنا العزيز. بينما المركز الرابع ومن يصلنا على المركز الرابع في هذه اللحظات مع انطلاقة المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات مع رابع المراكز هنا في هذه اللحظات اللي هو جذاب لناصر بن صالح الغيثاني متواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا نتابع في هذه اللحظات القدوم والوصول من أيضا هناك مدعث لمسعود بن عبد الهادي بن قطامي المري. يا سلام يا مدعث، مدعث اللي أيضا حصل على سيارة في مهرجان المؤسس متواجد في هذا الشوط منطلق برفقة أيضا سعيد بن سالم بن قطامي وهادي بن سالم من يرافقون في عملية التضمير. نتابع هذه الانطلاقة والاندفاع، ولكننا بنعود إلى المقدمة وإلى الصدارة والتسلل الملحوظ من اللي غير كساب اللي غير على المقدمة في هذه اللحظات مع المقدمة والمركز الأول. نتابع هناك كساب هادي بن سالم بن فهيد العذبة المري مع المركز الأول ومع المقدمة. هنا نتابعه على المقدمة بينما المركز الثاني ومن يصلنا شاهين لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الثاني بينما المركز الثالث في هذه اللحظات. وهنا الوصول من المركز الثالث اللي بدأ يتسلل بدوره في هذه اللحظات من الجانب الأيمن. هناك بشعار الزعبي اللي قادم بكل قوة هناك مع المركز الثالث. نتابعه هناك اللي هو مدمر لخالد بن عبد الله بن راشد الزعبي، ولكن مدعث بن قطامي متواجد هذه اللحظات مع انتصاف المسافة. بدأ يتسلل أربعة أيضا هنا ولا خمسة كلها في موقع واحد. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا الشوط. نوعدكم أيضا بإثارة، نوعدكم بإثارة بتحديات بتنافس بأيضا قوة انطلاق أمام خط النهاية. من واقع الشوط تحليلي أن هذا الشوط بيكون هنا بأيضا اندفاع قوية وأشواط أيضا هناك أسماء مرشحة، أسماء لها ثقلها، لها إنجازاتها، أيضا في رصيدها سيارات، في رصيدها سبق وناموس هنا، وهي رصيدها أفضل توقيت. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا الشوط، السلام يا حلول صالح بن حمد القمرة مر مرور الكرام مع انطلاقته إلى مقدمة الشوط مباشرة بينما المركز الثاني اللي وصل شعار العطية. يا سلام يا سلام يا هذا القدوم من هجاج لخليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز الثاني مباشرة بينما المركز الثالث والوصول مع ثالث المراكز. نتابعه هناك اللي وصل الفايز لعبد العزيز بن محمد بن هادي الجربوعي على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع هنا شعار الزعبي، خالد الزعبي ايضا هنا متواجد مع مدمر خالد بن عبد الله بن راشد الزعبي على المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات نتابع هناك ظبيان
محمد بن عبد الله بن زيد الانديله المري مع المركز الخامس. هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى، وما خلف الخمس المراكز الاولى من اسماء مرشحه قادمه لا محاله مع المراكز. وايضا النداء الكيلوين، الكيلوين يا مضمرين، الكيلوين يا مضمرين. ايضا هنا بقياده القمره، بقياده صالح بن حمد القمره، يا سلام. والعطيه خليفه بن حمد متواجد ايضا في هذا الشوط بالطلاقه جنبا الى جنب، يا سلام يا سلام يا هذا التحدي والتنافس الشيق مع المقدمه والصداره وهجاج. هجاج وايضا هنا حالول وهجاج، ولكن هجاج انطلق، هجاج يبي يرسل السلامات الصباحيه لشوطنا السادس الى الجريان. الله يا سلام يا سلام يا سلام، التنافس القوي. شوفوا الاسماء، شوفوا الظهور، شوفوا القدوم. هناك هجاج خليفه بن حمد بن خليفه العطيه 1500 متر على النهايه. والمركز الثاني هنا نتابع حلول صالح بن حمد القمره وبقيادة المحمداني أيضا من يتابع ويرافق، بينما المركز الثالث والوصول في هذه اللحظات مدمر خالد بن عبد الله بن راشد الزعبي المركز الثالث. شوف اللي واصل، الله الله يا بن شنان. سعود بن شنان أيضا قادم مع مصيح عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز الشنان، يا سلام. المركز الرابع، شوف اللي تسلل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات. نتابع هنا القدوم مع اللي وصلنا في هذه اللحظات، اللي هو هناك الفايز عبد العزيز بن محمد بن هادي ايضا هنا. ولكن شوفوا اللي قادم، شوفوا اللي قادم، شوفوا المرشح، شوفوا المرشح اللي قادم. وصل مروح سالم بن سعيد بن مهيره قادم مع المركز الخامس في هذه اللحظات، مع المركز الخامس. ولكن هجاج، يا سلام يا هجاج، هجاج خليفه بن حمد بن خليفه العطيه على المركز الاول، بدا بالاندفاع، بدا بالانقضاض على المقدمه مدعي القادم. وايضا شعار ايضا هنا شعار الوهيبي قادم في هذه اللحظات حمد محمد. ولكن نعود الى المقدمه، السلام يا سلام يا هجاج، هجاج يا هجاج، اندفع يا هجاج، الجماعه واصلين. الله 600 متر على النهايه، وبن شنان قادم، صالح بن حمد القمره وبن شنان قادمين، حلول. وهنا ايضا الوصول من مصيح. الله يا سلام، الله يا هذا الشوط، يا هذا التنافس. ولكن حلول صالح بن حمد القمره، صالح بن حمد، يلا يا ابو حمد، يلا يا ابو حمد. ولكن هناك هجاج خليفه بن حمد بن خليفه العطيه المركز الرابع. هنا وصول من مدعث ايضا هنا لمسعود بن هادي بن قطامي. ولكن الله، حلول هجاج الامتار الاخيره، الامتار المجنونه. الله يا هجاج قلت السلامات بتنتقل الى الجريان. سلام لهجاج. وهذا الفوز مع هجاج خليفه بن حمد بن خليفه العطيه، تهانينا والناموس على هذا الفوز وسعه وصول هجاج الى خط النهايه. المركز الثاني حلول لصالح بن حمد القمره، والمركز الثالث مدعث لمسعود بن هادي القطامي المري. المركز الرابع وصل هنا مصيح لعبد العزيز بن سالم الشنان، والثاني وصل لسعود، بينما المركز الخامس الأسد لحمد بن غانم الهديفي. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا التحدي. وهجاج ايضا من انتزع الناموس بكل فوز واستحقاق وتوقيت الزمني، 9 دقائق 16 ثانيه و 49 جزء من الثانيه. تهانينا لخليفه بن حمد بن خليفه العطيه، وسلام الجريان سلام على هذا الناموس الصباحي. بينما حلول وصل على المركز الثاني، 9 دقائق 16 ثانيه 88 جزء من الثانيه. تهانينا لصالح بن حمد القمره، والتهنئه للمحمداني ايضا على هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث وصل مدعث، توقيت الزمن 9 دقائق 17 ثانيه 52 جزء من الثانيه. تهانينا لمسعود بن هادي القطامي، والتهنئه موصوله لسعيد بن سالم وعبد الهادي ايضا على هذا الفوز.